بسم الله بسم الله وتوكلنا على الله ويا ربي السلامة والحمد لله والشكر. قلت يا اخ العزيز على الزيادة ديال الكران. الزيادة ديال الكران ما كاينش، كاين 80 درهم، كاين 70 درهم دابا حاليا. اللي قال لك شي حاجة نتزوجوا حتى 40 بلاصة 70 درهم 80 درهم ما عطاو له دابا 100 درهم. انت كتشوف الوضعية الحالة كي بنية. إلا ما كانش الشتاء ما كاين والو. نطلبوا ربي السلامة ونطلبوا الله تعالى يرحمنا بالمطر ويحن ربي علينا بهذا. انت كتشوف الوضع مجري، انت كتشوف المحطه الطرقيه خاويه، عندي له 100 درهم 12 فين 100 درهم؟ هذا اللي قال لك كذب. كاين الموضوع خاوي لا اساس له من الصحه. راه 80 درهم راه تاكل اللي بغى يجي ديال بلايص الكار المخير كيدي 7 بلايص 8 كار خير الاخرين الليل. واش المازوت ماشي الشان ديالنا؟ هذه هو المساله، هذه ماشي بقى يكذبوا يقول لك راه المحطه الطرقيه راه 800 درهم. ما كاينش هذه هضره خاويه لا اساس. هذا المواطن اللي قال لك يقطع 100 درهم جيبو المحطه الطرقيه 70 درهم 80 درهم دابا حاليا. اللي عنده شي بلاصه يجي يقطعهم دابا على 24 ساعه 24 ساعه. ونطلبوا الله تعالى السلامه والله يرحمنا بالمطر ويحيى سيدنا ويحيى الشعب الوطني الشعب المغربي من طنجه الى القويله. بالنسبه للورقه اللي زايده في الترانسبورت راه المازوت 1010 فرانك 1000 درهم. عندهم ما يزيدوا هاد الناس ديال الترانسبورت، عندهم ما يزيدوا في المسائل ديال الزياده. علاش المازوت راه طلع؟ انه المازوت من هنا غير من هنا لطنجه الكار كياكل 500 درهم في المشي ومشي. واذا مشى الكار غير ب 20 بلاصه الكار خاسر. خصنا نهضروا في الواقع، هذا هو الواقع. فهمتي؟ المازوت راه زايد. تو اذا زادوا في الترانسبورت راه عندهم الحق يزيدوا الباترونيز. المازوت زادت كيبغيو يزيدوا في الورقه، المواطن كيغوت كنقصوا له، ما نقدروش نخليوها هذاك مسكين عاون كاعي. وهذا هذا الشيء اللي كاين. حنا الدراويش وحنا خدامين 40 سنه عندنا في المحطه، ما عندناش المنظوف هذا، ما عندنا باش نبدلوها. وحي الله ربي رزقنا الحمد لله، وخا هذاك راح الحمد لله شكروا اخوان الله يرحم الوالدين. هاد الناس هادو خصهم يوقفوا معنا شويه، حنا رانا مضرورين، مضرورين في الزياده، مضرورين في السكر، مضرورين في الزيت، مضرورين في الطحين، وعندنا الوليدات وكاريين ب 1400 درهم وخدامين هنا في المحطه. عندنا المشاكل مع المحطه، مره كيجريو علينا مره كذا. والمهم حنا راه مضيعين بالنسبه للمسائل، حنا راه مضيعين، ما عندناش شي مانضه، ما عندناش شي مدخول، ما عندناش اللي يعاوننا. هذا هو اللي كاين. خص هاد المسؤولين هذو الله يجازيهم بخير، خصهم يراعيوا المواطنين، خصهم يراعيوا المواطنين. المواطنين راه مضيعين، ما عندهمش القيمه في بلادهم، ما عندهمش. الله يجازيك بخير. السلام عليكم. وليسانس زاد بزاف، وقلع المازوت السكر والطحين. دابا حنا كنطلبوا الخوتنا المسلمين شي حاجه النقص يسهل علينا ربي في هذه العواشر وتحت الشتاء. والله يرحم الوالدين.